حضراتكم التزمتم بهذا الموضوع، نعم. علقتم العضوية، نعم. بالاتحاد الجديد ما جاي يصير هذا هو المفروض، يعني حتى النظام الداخلي وحتى يعني يعني لا هو حتى التطبيعية خرقت هذا القانون بمن خرق السيد محمد فرحان؟ لا محمد كان يزاول العمل ما علق عضويته السيد محمد فرحان، لا هو يعني علق عضويته، لا علق عضويته بس هو كان لا أنا لا بقى، وانا حتى سالت السيد رئيس بس بس هو القانون اسمح لي وقال نعم بالفعل بس اولا جنب انه ممكن الاتحاد الدولي اولا هو مو موضوع انتخاب، احنا هيئه تطبيعيه احنا كان تعيين فقط طالبونا بالنسبه للدكتور رافد باعتبار رئيس اتحاد فرعي واعتبر هو عضو هيئه عامه، ولهذا يعني كانت مشروطه بان يقدم استقاله، اما محمد فرحان هو تعيين انت حضرتك احنا عيناه، انت حضرتك انا عضو هيئه اداري، انا مو يعني عضو هيئه عامه مثلا، عندك رئيس الهيئه الاداريه امين السر ممكن لا شلون كان موقفك بالتطبيعيه خلينا نفهم، انا اخذت تفرغ من نادي الزهراء، ولهذا حتى فتره يعني صحيح؟ عملي صحيح؟ بالتطبيعيه كنت بعيد عن نادي الزهراء صحيح والله معلق عضويته بس السيد يعني محمد فرحان كان يمارس عمله، اي فانا كنت سمحت للسيد محمد فرحان يمارس عمله بالنادي والتطبيعيه، هو انا اقول لك تعيين يعني مو ما له دخل، يعني مو مسألة موضوع انتخاب، لو انتخاب الأخوان انتخاب ما يصير الجمع بين مثل الهيئة الإدارية أو واتحاد كرة القدم، ولهذا بلغوا كم عضو في الاتحاد، لا وهذه السنة استمرت هسه محمد فرحان ما نعرف معلق عضويته هذا بالنادي هي مستمر بالاتحاد، عندك المعلومة أستاذ حسن؟ لا والله يعني أنا أسمع بين الحين والآخر بأنه السيد عدنان درجال أو اتحاد كرة القدم أنذر عضويني فقط هما السيد غالب الزاملي ورشا طالب من أن يعني يعلقون عضويتهم في أنديتهم ويمارسون عملهم الطبيعي في اتحاد كرة القدم، وإلا تعلق عضويتهم في اتحاد كرة القدم، هم علقوا عضويتهم بالاتحاد، هذول منتخبين مطالبين، أنا أشوف محمد فرحان يعني تعيين، يعني أشوفه يعني عملية خاصة النظام الأساسي يتحدث عن موضوع المنتخبين. أستاذ دكتور يعني أنت أفهم منا إن شاء نعم. الله في هذا الجانب أهم عنصر عامل في اتحاد كرة القدم هو أمين السر، نعم. وإحنا اليوم نتحدث عن ازدواجية المناصب حتى نبعد يعني الشكوك ونبعد القيل والقال في أن البعض قد يعني يتحين الفرص لأن يجعل نادي أو الجهة اللي يعمل فيها في يعني خانة المحاباة، وهذا يشمل به السيد يعني محمد فرحان، يعني يمكن أعضاء اتحاد كرة القدم آسف على مقاطعتك يمكن أهون من عمل السيد محمد فرحان لأنه أمين السر يمسك بكل العمل الإداري لاتحاد كرة القدم، يعني هو احنا يعني عبر وسائل الإعلام إذا نسمع أو قرينا بأن هو علق عضويته طبعا صديق السيد محمد كرسالة هذا الكلام يعني شاتي مجروحة بهذا الرجل يعني عمل ويانا عمل بدقة وبأمان، وكان يعني أنا أقول له أنت مسطرة، يعني كان شغله وكان يحافظ علينا، قد نقع بأخطاء كان يذكرنا بهذا دير بالك من هذا ولا عندي دقائق معدودة.